التحية متجددة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، وتواصلنا يستمر حيث يسير شوطنا الخامس الخاص بمنافسة الإبكار. انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لكل المشاركين. نسير إلى المقدمة إلى البداية الأولى ونتابع الصدارة والمركز الأول، وهنا تأتي الوارية النخيرة بن محمد اليبهوني الظاهري يحتل المقدمة والبداية الأولى، بينما نغلتنا على المركز الثاني. ونشوف من الجانب الآخر يتقدم الآن، تتقدم المعمورة، المعمورة مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث من الجانب الآخر، وهذه هي الآن مراسيل صغير بن محمد بن سعيد بن معضد النيادي، بينما في المركز الرابع، المركز الرابع أشوف الوصول على المركز الرابع من الجانب الآخر في هذه الانطلاقة. تتقدم الآن وتأتي هنا مزعجة بشعار سعيد بن راشد بن سعيد بن سعد الشميلي على المركز الرابع، بينما ناخذ اللي على المركز الخامس، هذه أنذار، أنذار لخليفة بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي. هكذا هي نتيجتنا وندائنا للخمسة المراكز الأولى اللي تسير بناموس هذا الشوط، اللي معلنا هذا الحضور، اللي معلنا هذا التواجد. وسيل جارف من الأسامي من الشعارات الغوية المندفعة في هذا الشوط، ولكن عودة من جديد، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى. وهناك اللي غيرت على المقدمة مزعجة، سعيد بن راشد بن ساعد الشبيلي في مقدمة الشوط وفي البداية. وفي المركز الأول 1200 المتبقية عن خط النهاية، وياتي مبارك بن محمد بن ثاني السويدي ليقدم لنا المعمورة، المعمورة في المركز الثاني تتقدم، بينما ناخذ المركز الثالث، وهذه أنذار خليفة بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي واصلة على المركز الثالث. أما في المركز الرابع هذه براق مهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتبي، وصل مضمر الطيارة، وصل مضمر الطيارة، بينما ناخذ بالمركز الخامس، المركز الخامس هادي الظبي مبارك من خلف هذا المطر الشامسي، ولكن عودة 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 إلى المعمورة. وين المعمورة؟ غيرت على الصدارة، غيرت على المركز الأول، هناك عينها، عينها على الانتصار، عينها على الفوز. ركز يا سعد يا بن سالم، الجماهير، الجماهير تراغبك، تراغب شعار بن ثاني في مقدمة الشوط، بينما أنذار، أنذار قادمة لخليفة بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي. الله، المركز الثالث، المركز الثالث براق مهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتبي. يلي بتروح الشوط لوين؟ الشوط لوين؟ الشوط الحصر ما بين أنذار، أنذار، أنذار والمعمور، المعمور وأنذار. الله 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 الله، المعمور، أنذار، أنذار، أنذار والمعمور. الشوط وين؟ الشوط وين؟ التحدي الأمتار الأخير، ولكن أنذار، أنذار، المعمور، أنذار، المعمور، ولكن أنذار يبدو أنها من سلالة بندر. تهانينا وناموس الخليفة بن خميس بن محمد بن صوب الكتبي على فوز أنذار. المركز الثاني المعمورة لمبارك بن محمد بن هاني السويدي، المركز الثالث وصل في شعار مؤمر الطيارة مهير بن محمد بن خميس بن صوب الكتبي. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى، ولكن عودة بالتهاني والناموس إلى مالكي أنذار خليفة بن خميس بن محمد بصوب الكتبي. تهانينا وناموس له على هذا الفوز وهذا الانتصار. التوقيت الزمني 4 دقائق و29 ثانية. تهانينا للجميع.